أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أرجو أن تشرحوا هذا الحديث وما معناه، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني من طال به العمر فإنه سيرى وقوع الاختلاف بين الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما تأخر الزمان كثر الاختلاف. ولكن ماذا يعالج هذا الاختلاف؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا يعالج، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.